من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت وقال الذين قالوا ذي وحي الهدين كفروا قالوا بي أيذا كنا هديانا هنو ترابا عرّا وآباؤنا أنك يا عبياش الذي أئنا أنك لمخرجونا كوالا سوصار يميا نهي لقد وعدنا وأن لو قد دي هذا إسا سوصار دا نحن أنك يا وآباؤنا والدين تنذي من قبل هذا كور إن هذا كريم باها إلا أساطير الأولين دث يهر بينه ذي موي قل وحاتر هذا سيروا صعد في الأرض نلك نحدي فانظروا في سدا كيف سيدي كان هيد عاقبة المجرمين مجرمين عربت هذا ماشي أي كدن بيسي وفي سدا وحي رادين هدي عند من نور عرضة كدر سنو إن لصو صارو نلصو نولي يوم يعد عكرتا وحاس ولقى إذا نلو شيء جري أنك نلو شيء جا والدين تي نجاه الرئي أم بيدي لسولو سودير لسودير جري أي شيء جرتي وحاس بينا اللي سو دتكو أي خلاص حلانوي سو جوريا ويانه وحكة جرا الله ما أركو وحاس يرادين بعد كتر هذا إذا قرط ما جينا مجرمين بالي هذا تد عاس جروبي مجرمين دم بيليا لأياتين وحاج جري تد إذا كوكروه مجرمينه إذا كانه الرئي فلن تطول كمرتان وحاد وصو فرصتان مجرمين تي إذا لم يتكاهيد ماله أي كدن بيين ده واحد وقان إيسان قول هذا السيدي النغم جرتي وقال له هلاقي جري مركي عاسي قروبان قول هذا مؤمنين تي الرسول كي الله صوت درينا ربي ومدبادين جري تا الدليل وحي قطاهي رسول شئين يخون شيقي مجرمين أي بين شيقي يعني عرب توضان هلاق وياهي وقال الذين قالوا ذي وحي لهذين كفروا قالوا بيا إذا كنا هديانا هنو ترابا عراء أنك إيا وآباؤنا والدين تنذي أئنا أنك لمخرجونا وكبال سوصار دونو للحساب تما يميا النهي لقد وعدنا وأن لو قد دي هذا إسا سوصار دا نحن أنك إيا وآباؤنا والدين تنذي من قبل أنك هرتانا إن هذا وركا مبؤوسا نقول إلا أساطير الأولين دكي هربينه دي موية وحكلا ما هي لهذين قل وحات هذا سيروا صعدة في الأرض لك نحدي صعدة أو فانظروا في ريا كيف سيدي كان أهي عاقبة المجرمين مجرمين عربت هذا ماشي أي كدا بيسي وفي رسالة ولا تحزن رسولها الله أمر عليهم دوش هذا ولا تكون أهان في ضيق عرين متكسبا مما وحي يمكرون أي ذكريا رسولك أي إله سبحانه وتعالى وحو كل دردار مياه لبا أرمود بدنا إنو سسمينين قال هذا وحمروا إن أيان كقبرين وركبنا عذاب بيكوس عذار إن كان الله كره ذي سدين يلا هدين تنها كيلن سببته أقوله هداية مناسبة أبا ماها قال إن هنون دون ين ماها قف حق يا باطل كباطل كدورتي مجرمين ما يا مؤمنين ما مجرمين ما دورتي دين إن الله دجالو ديدا مويه وح كلا أنا قلين دمشة وكرنا عيا إن لو مرجو مناسب معها هأمرجن وهي أذيك إن دباتك جارسيان أما الدين هذا أي دباتك جارسيان أرنجاس يحكى بقيمه وحكوا يلكر الله ماركو ولا تحزنها أمر جن عليهم دش وذا ولا تكونها أهان في ضيق عرير متكسبا مما وحي يمكرون أي خيار يار ويقولون وحي ليه متى قر مكسبنا يا هذا الوعد بلنكري إن كنتم مهديات صادقين وكبرهم شيئا قل وحاتر هذا عسى أن يكون وهذا سورة وده ردف مدعو لواذن لكم إذكا بعض الذي كي قاركي تستعجلون أدد جسنيسين وإن ربك ربكان الذي فضل إحسان مدعو صاحبه وي على الناس ذلك إحسان وصمين أيو ولكن أكثرهم بدي قوضا لا يشكرونكم هذينين له استهزاء الجاس جاس أي وحي أوليهين ولقين عذاب بعد ما دورا والذين هلاقي والذين عذاب دورا وحن بات شيء يسا قرما يدعي عارين تاسي قيامة إيمانية ولي واحد قيامة إيمانية أركمينه وليس عذاب واحد العذاب يوم أركهينه ولي واحد أمبات شكتاي هذا ثم شيء إنسان محاها يستمو إيمي بعد كتر هذا هرطة عذاب كا يو حساب تنكا يا أرمها سي وقت بو كحيري هاي أو إله وقت بو إياه لي وقت أنا كما صهر مريسو لكن واحد عكرت
waxyaabihi liidinku goodiyay ciqaabtii liidin marin laha qaar kamid ah in liidii soo dadajin rabo soo badhowdahay wax dhici kara way wayahay adabka iyo ciqaabtii in liidinka dib dhigana waa fadli iyo ihsaan iyo raxmad rabbi way laakiin bini aadamka dabeecadooda waxay tahay intooda badan nicmadu alla u galo inayan ka shukriin inay ku mahadinine aasinimo una ay ka sii qaadaan ويقولون وحيليه إن متى قرمو كسقناني هذا الوعد بلنقاتكني إن كنت بهدياتي صادقين كوانو شيغا يقول وحاتر هذا عسى وحسول ودا أن يكون إنو يهي كالي سو بلنقاتي خدفا إنو دوادي لكم إذا إدين دوادي بعد الذي كي غاركي تستعجلون أدد جسنيسان أقاب تقارك بدين يسو دوداي إن لدي بدينا وعكينا يا فضل ألي الله وإن ربك ربك لذو فضل فضل مد صاحبه وهي على الناس ذاتك فضل وصبيني يا إحسان ولكن أكثرهم بدي قوضا لا يشكرون ألكم مهدينين وإن ربك ربك لا يعلم وأقيه ما وحا تكن أي قرين صدورهم قلب قوضا وحو قرين يو وما وحا يعلنون أي موجسريان وما من غائبة وحمقنا في السماء سمدكم مقن إيو والأرض لك مقن مجره إلا في كتاب قرآن يكسو أيها المبين نعم إله سبحانه وتعالى قبل رقم كودا وكور قبا يا سيدا يقول رقم بيان قلبي قودا وحا أقرين يا أي ربي أقي هاي وحا أي بنانك كين يا ربي كوحد لي ربي وأقي هاي سبحانه وتعالى وأي إله عر يقول وحكا مقال لما ماركو وحكا استقو مقانو إذيك إذيك مقان عر هجو وأما نول هجو وأما يا بطن أحد يمشو ضرابة هجو جي. ربي أكتيس وحكم مقال لما أركي وحو المهرتيس حاضر بيكويه waxa soo socda iyo wixii la soo dhaafay iyo waxa hadda joogo iyo isku sibay u yahay Rabbi subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu og yahayna waxa kamida waxyaabaha aad qarsanaysaan iyo gaalnimada aad qalbiga ku haysaan cadaawada adinta u qabtaa Rabbi waa og yahay wa inna rabbaka rabbiga la ya'lamu wa og yahay ma waxa tukinu ay qarini suduruhum qalbigooda wuxuu qarinaya iyo ma waxa yu'linuna ay muujisanayaan wa ma min gha'ibatin wa maqan majru fi as-samaa'i samada kum maqan iyo wal ardi dhulka kum maqan illa fi kitabin qural ay ku sugan yahay mubiin inay adlu wuxuu mahfud ay ku qoran yahay in hadha al-quran quran kani yaqussu wuxuu uga sheekeyni ala bani isra'ila ra bani isra'il akthar alladhi ki badihum ayu yakhtalifuna fiha isku khilafayn وإنه قرآن كني لهودا هنون يا ورحمة حرس أيو للمؤمنين مؤمنين تؤياي إن ربك ربك يقضي وحكم بينهم لحظة بحكمه حكم كيس عادل كأيو كحكم دورا وهو الله العزيز اللحوك بغر والعليم علم بغوي قرآن كني حق نمدي سوا حكم ذا ومركب الغوغر انكرا كلام ربي إنو ياهي وحي ربي سبحانه وتعالى وحب بن آدم وصبي سنة وصناهين ree bani israa'il waa dadkii naga horeeyay isla markaana anbiya badan rabbi uu soo diray kutub badan uu soo dejiyay ree bani israa'il ayaa diimahoodu isku khilaafay waa bedeleen waa tahriifiyeen waa iskhilaafeen quraankani wuxuu ka sheekeynay wixii ay isku khilaafeen wixii muhiim ah ayuu xaqqa ka sheegay oo waxyaabaha isku khilaafsan tihiin oo tawraad sidaas ay u qorneyd iyo sidaas ay u qorneyd سداسة أقرنيدة سدا ما أهين يوليها ورع الدينية وأنا وحيابها مهم كأهين لو بأهية بعض الذي تختلفون يعني وحيابها وحجرا يسكو خلاف سيه مهم من عام أهين الدوية هذه أي كساب سنت هاي وحيابها النوع عاصي ده قرآن كده كمله تعيير يا عيبين سجارة هذا لو عيبين ينا دن كمله هذا يا مركح حكمات كحرنين أي وحيا يسكو خلاف سرايين أنت مهم كأهيد يا يعدين يا قرآنك أرن كان وحوت السنية قرآن كحق لمدي سيئة كلام ربي إن وياه سبحانه وتعالى حتى بقرآن ك إن لقرتوا حق إن وياه لقرتوا ويسهل انتهي لكن عدوى البماء ينقرنين مؤمنين كلي أياكو انتفاع ضيو هنون يا الرحمة النقضي قرآن كي إن هذا القرآن قرآن كان يقص وحوك الشاكين على بني إسرائيل ري بني إسرائيل وحوك الشاكين وقصوني أكثر الذي كي بدي هم أيقوا فيه شيء يختلفون يسكو خلافيا وإنه القرآن كان لهدى هنون يا ورحمة حريص أي للمؤمنين مؤمنين تويها إن ربك الرب قانا يقضي حكم بينهم لحظة ظهر بني إسرائيل بني آدم كورنا أيو خلاف حكمني
بحكمه حكم كيس عادل كاهي اللي يقان أي يكون حكمه وهو الله العزيز والله حكم بدن والعليم علم بدن ويه فتوكل تلصارو على الله الله تلصارو إنك أذق على الحق حق أيات كسو أنتها المبين عليه قرداني وحيابها أي سمين يعني يبعض يبينتها أي ودان دنها كي يرالي إله كحرنا وأذق إله تلصارو ويو حق أيات كسو أنتها أي غير باطل بي كسو أيه مرهدي هذا حق كسو أنتها warkooda hadhagaysanin ha u dhigraadeecin qalbigaaga yuusan dhankooda aadin dan ha ka yeelanin ilaah ku xidno fa tawakkal tala saaru ala allahi allah tala saaru innaka adiga ala alhaqqi haqq dushi ayad ku sugantahay haqqi almubiin ee cada innaka adiga la tusbicu ma maqashin kartid almugta wax dhintay wala tusbicu ma maqashin kartid asumma kuba dhigala adduca dhawaaq ma maqashin kartid idaa walow marka ay jeedsadaan mudbiriina xaalayhiin kuba dhabar ka dadbay وما أنت أذيع بهذه العمي كوإن دلا مهروني كرتين عن ضلالة بعض النما ضوضة إن تصبح ما بمقشين كرتين إلا من قف مي يؤمن الرومين يبي آياتنا آياتها نجا الرومين يو أو فهم أيه مسلمون هو جان سمي قل أن قال ضع إن يهرون أن أندون إن الوحك استهدي الله شيبه إن حق قاتان أن ديار وهاين أي إله سد حق ولا كشبهي سدح قلاء وحبا اللي فاهنسين كريم سدح قلاء قلاء ظهر وحا ويعد لماتي روح لنتي إنا ذو وحو الشيكتو وح كام مغلو ما دعي كرتا مستحيل وهي ما دعيش وحد لنتو كلي اللي مديهن وحا ما قشين كرتي قلاء ذا اللبات وقلاء دقالا إسلاما كان كاسي جيدو روح دقالا هدنا سي جيدو أنكو قسو جيدين هاي ورم وشيك كرت إنتا ذو وحو الشيكتو وح مكام مغليها كان قلاء waxba lama maqashin karo qoladani ninka dhigaha la isii jeeda ayay la mid yihiin oo waxba maqashin kareysa waxa ka saada sheekto kasee dhad ruux in dhala dam ah isla markaana lume oo reerihi iyo meeshii la digala uu ka dhume meel fog ayuu joogaa ninkii indhaha la ayad meel fog ku aragtay inaad u tilmaamto cid iyo tilmaam uu ku yimaado ma dhici karto wuxuu arkayaba lama arko marka saadu tilmaamiyo dadleedahay geedka midigta kamar ka kale bidix kamar inta mar jidka qaad jid iyo geed iyo wuxuu arkay laba arko inuu baadinimadii ka soo noqdo oo tilmaantaadi uu ku soo galbado masuuroobi karto qoladan ninka indhaha la ay lumay ayay lamid yihiin saddexda qolo ayuu ku shabahay saddexda qolo mid wax la fahansiin kara uusan jirin mid waa mid dhintay qof dhintay waana iyo wax loo sheegay de waxa u tarimayso ka labaadna waa qof dhigala siina jeedo qofka haddii dhigala yahay kuguna soo jeedo de waxba loo ishaari karaa iyo tilmaanta wax lagu fahansin karo qof dhigala oo siina jeedo idaa walow mudbiriin wax lagu fahansin karo qolada saddexaadna waa nin indhalo oo dhumay oo duur joogo inaad tilmaanto tiraado war meesha aad oo jidka saa u qaad de kuma hanuunayo oo kuma soo galban karayo noocaasi lamid yihiin waa sabarsiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga sabarsiinayo qoladan xaqaadasha la'aantooda adigu waa dadaashay wax baad sheegtay laakiin qoladana qolo wax loo sheego ama wax qaadan karaba aan ahayn weeye innaka adiga rasuul allow laa tusbicu ma maqashin kartid almowtaa qolo dhimatay waxba maqashin kartid walaa tusbicu ma maqashin kartid asumma kuba dhigala ana adducaa a dhawaaq ma maqashin kartid idaa wallow markay jeedsadaan mudbiriina ayagoo dhabarka kuu jeediyey wamaa anta adiga bihaadi lcumyi qolo indhada ma toosin kartid ma tilmaami kartid can dalaalatiin baadinimadoodii kama soo tilmaami kartid oo kama hanuunin kartid in tusmicu maba maqashin kartid ilaa man qolo unbaad maqashin kartaa yu'minu biaayaatina aayadaha naga rumaynayo oo fahum ayagu muslimuuna hogaansamayo waidaa waqaca marka uu sugnaado alqowlu hadal calayhim dushooda marka uu ku sugnaado akhrajnaa waxaan usoo saaraynaa lahum ayaga daabatan xayawaan xayawaanka oo min alardi dhulkii xaggii ka ahaaday xayawaanka oo tukallimuhum la hadli annannaasa lianna annaasa dadka kaanu waxay ahaadeen biaayaatinaa aayadaha naga laa yuuqinuuna kuba aan yaqiininaynin waxaa jira qiyaamaha marka uu soo dhawaado aakhiru zaban calaamaad lagu garto ayaa jira oo qiyaamihii inuu dhow yahay calaamaadkaasi waa laba qayb calaamaad yaryar iyo calaamaad waaweyn yani calaamaat sugra iyo calaamaat kubra calaamaadka yaryar waa fara badan yihiin abaaraha faraha badan ayaa ka mid ah dilka faraha badan oo
dadku ay islaaynayaan ayaa kamid ah zinada oo faaha fashion noqoto faafto ayaa kamid ah yaani waxyaabo badan ayaa kamid ah maalkiyo farabato ayaa kamid ah yaani calaamadka yaryar bay kamid tahay calaamadka yaryarada inteeda badan waa la arkay calaamadka waaweyn 10 weey 10 kaasi siday u soo kala horeeyaan ayaa khilaaf yar ka jooga laakiin 10 weey calaamadka waaweyn 10 kaasi waxa kamid ah xayawaan ayaa dhulka ka soo bixi doona xayawaankaas nooca uu yahay iyo magaciisa iyo waxaas quraanka ma sheegin sunnadana ma sheegin laakiin xayawaan ayaa dhulka ka soo bixi doona xayawaankaasi shaqada uu qabanaya maxay tahay horta xayawaan xayawaanada caadiga ahee aan hadlin weyn sida muxuu ahaa xayawaanka duurka ku jira ee looda iyo geel waxaas oo kale xayawaan la mid ah weyn oo xayawaan hadal lagu yaqaan maaha maca dalika wuu hadlayaa xayawaankaasi soo hadal lagu aqoonin ayuu hadlayaa mucjiza ay ka mid tahay waxyaabuhu ku hadlaya waa muxuu ahaa waxyaaba la sheegsheega waxaa ka mid a in dadku uu kala calaamaynayo oo qaarna gaalnimo uu ku qorayo qaarna islaamnimo uu ku qorayo waayahay arrinkaasina wuxuu dhacayaa adduunyada markay gadoomi rabto oo aakhirka u dambe ay mari calaamaadka waxaa ka mid a qoraxda meeshii ay u dhacday inay ka soo baxdo oo marka toobadaba la xirayo wey waxaa ka mid a dijaal soo bixitaankii waxaa ka mid a nabiyullaahi ciise soo bixidiisa soo degidiisaoo dijaal uu dili doono waxaa ka mid a dab dadka kaxayni doono oo fara badan waxaa ka mid a khasfi dhici doono dhulgo aada u weyn oo dhici doono adigu arrimo ee 10 arrimood calaamaad oo waaweyn 10 calaamo markay bilowdaanka wax badan kalama dambeeyaan way isdaba socdaan muxuu ahaa calaamaadka sidaa isu daba socdaana siday u kala horeeyaana waxoogaa khilaaf ka joogaa laakiin qoraxda inay ugu dambayso ayay u badan tahay waayo qoraxda marka ay ka soo baxdo meeshii ay u dhacday dee kadib toobad dambo la aqbalayaa ma jiro mar haddii toobad dambo la aqbalaya aysan jirin ad mu'miniin dambo joogaysaa ma jirto oo mu'miniin adduunyada waa laga qaadayaa qoraxda marka ay dhankay u dhacday ka soo bixina waxaa ka horeynaya laba habeen oo la isku sii daynayo yacni habeen sida qoraxda u dhacday ba qoraxba ma soo bixay waa un beriyayo oo dadkii waa la hurdayaa hurdadii waa laga dhargayaa soota habeenle lagu jiraa weli waa yaabayaa dadku war habeenka aan dhammaanaynin muxuu ahaa sida habeen loo sugayo waa beri loo sugayo u dambaysada dhankay u dhacdaba iftiin ka soo muuqanaya halkii bay qoraxda kusoo qoraxda iyo dayaxii isdaba socdaan soo baxaya markay soo baxaan ma dhankii ay ka soo bixi jireen ay u dhacayaan mise waa noqonayaan waxaa loo badan yahay barta markay joogto inay noqoni markay noqotona khalaas inta ka dambe caadi bay ahaani waayahay laakiin toobad dambo la aqbalaya ma jirto markaasaa u dambaynay toobada calaamaadkaas ayay ka mid tahay daabadaa soo baxayso taasuuna rabbi noo caddaynaya waidaa waqaca marka uu sugnaado alqowlu qolada in la halaagayo calayhim dushooda waqtigooda inuu dhammaaday bini aadamka akhrajnaa waxaan u soo saaraynaa lahum dadkaas daabatan xayawaan milal ardi dhulkan ka soo saaray yacnii wax cirka ka soo degaya ma ahe waa xayawaan dhulka ka soo baxayo tukallimuhum way la hadli inay la hadashana waxaa keeni annannaasa dadka kaanu waxay ahaayeen biaayaatina aayadahanaga laa yuuqinuuna kuma ay yaqiinayn dadkii gaalnimo u batay wayowma naxshuru wadkur dadka u sheeg yowma maalin naxshuru aan isu keeni doono min kulli ummatin ummad kastaba fawjan koox oo miman duul ayuu kadibu biaayaatina aayadaha naga beeninayey oo fahum ayagu yuusacuuna waa laisu reebayaa xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan qaala alla wuxuu dhihi akadabtu ma waxaad beeniseen biaayaatii aayadahay walxaal lam tuxiiduu aydan koobin bihaa aayadaha cilman aqoon amaadaa kuntum maxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal falayay wawaqaca waxaa sugnaani alqowlu cadaab ayaa calayhim dushooda ku sugnaani bimaa dalamuu dulmigay sameeyeen sababkii oo fahum ayagu laa yantiquuna hadli maayaan ummad kastaba ilaah wuxuu ka soo saarayaa qoladii mujrimiinta ahayd qoladii mujrimiinta ahayd oo dhan ummadahoo dhan inta laga soo ururiyaa la isu keenaya marka laysu keeno oo weliba marka la kaxaynayo la isu celinayo yaa ilaah la horgeynayaa su-aal bu laba su-aal buu weydinayaa rabbi labadaa su-aal su-aal waxa weeye ummad yahay qolyihii beeniye way moogtahay ummad yahay soo diin idinma aanan soo dirin oo rusul idinma aanan soo dejinin
maxaad u beeniseen ma cilmi baad ku beeniseen iyo aqoon oo waxaan inay been yihiin ayaad ogaateen oo sida ayaad u beeniseen zaa'idinkoonba ogaanin waxaan runnimadiisa iyo beennimadiisa warba aan ka haynin sheegidii idiin sheegaba horaad ka beeniseen miya taa su'aal weyn su'aasha labaad adduunya haddaad joogteen shaqadaad qaban jirteen maxay ahayd shaqaa la idiin diray shaqadii la idiin dirayna waxay ahayd cibaada ilaahay inaad caabudaan oo weliba keligii aad caabudaan oo cibaado cid kale aadan wax ka siinin taasaa la idiin diray taama soo qabateen mise shaqo kalead qabateen hee labada arrimoodba jawaab uma hayaan arrinka hore aayadihii iyo diintii loo soo dejiyey waxay ku beeniyeen ayagoon ogaanin aayadaha waxa ay ka hadlayaan iyo runnimadooda iyo ayagoonba war u haynin beenin bay kala hortageen taasi sidaasay ahayd camalkii ay soo qabteenna dee wuxuu ahaa ijraam caasinimo iyo xaqi inay beeniyaan ayuu ahaa camalkii ay soo qabteen markaasuu rabbi wuxuu leeyahay waqaca alqowlu calayhim bimaa dalamuu cadaabkii loo ballanqaadaa ku waajibay maanta inuu ku waajibayna waxaa keenay ayagaa daalimiin ahaa maba hadli kara wax jawaab ay bixinayaan ma leh maxay ku hadlayaan dee waxay ku hadlaan ma hayaani waalkur dadka u sheeg yowma maalin naxshuru aan isu keenayno min kulli ummatin ummad kasta waxaan ka soo ururin doonaa fawjan qeyb fawjka oo miman duul ayuu kadibu beeninayay biaayaatina aayadaha naga beeninayay oo fahum ayagu yuusacuuna waa la isu reebayaa xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan qaala alla wuxuu dhihi akadabtum ma beenisayn biaayaati aayadahay walxaal lam tuxiiduu aydan ku koobin bihaa aayadaha cilman aqoon idinkoon aqoonba u lahayn miyaad beeniseen ammaadaa shaygee baad kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwii camal falaya adduunya haddii aad joogteen wawaqaca waxaa waajibay alqowlu cadaab ayaa calayhim dushooda ku waajibay inuu waajibo maxaa keenayaa bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigay sababeeyeen sababkii oo fahum ayagu laa yantiquuna maba hadli karayaan alam yarow miyayan ogeen annaa annaga jacalnaa inaan yeelnay alleyla habeenka liyaskunuu inay xasilaan fiihi habeenka dhexdii wannahaara maalinkana mubsira mid wax arkayo ina fii dalika arrinkaa dhexdii waxaa ku sugnaaday laayaatin calaamada liqowmin qolay ugu sugan tahay qolada oo yu'minuuna rumaynayo aayadaha rabbi uu soo dejiyey run inay yihiin waxa ay ka hadlayaanna run uu yahay waxaa jira aayado kaloo xoojinayo oo aayada kowni la yidhaahdo calaamaadka iyo waxyaabaha adduunyada ka muuqanayo waxaa ka mid ah habeen iyo maalin dee hadduusan ilaah jirin ama aaliha badan ay jiri lahayd oo cibaado xaq u leh nidaamkan weligii sidan u toosanayn isdaba marsanayn adduunyada kuma ayaa socoteen adduunyada nidaamkan aan isdaba marsanayn habeen baa imaanaya haddana waa baxaya maalin ayaa imaani mid walbana nafci gooni ayuu khalqiga u leeyahay oo habeenka nasasho ayuu munaasib ku yahay maalinkana socod iyo shaqaysi iyo waxbarashuu munaasib ku yahay nidaamkaa toosan inuu sidaa u socdo dee axad maamuli hayaa jira hadduusan jirin maamulkaa ma socdeen taasi marka wax ku garan kara aayadahaasi aayadaha kowniga waxaa aayadaha tansiiliga ku fahmi karaa mu'miniinta oo keliya alam yarow miyayan arkaynin annaa annaga jacalnaa inaan yeelnay alleyla habeenkii baan abuurnay liyaskunuu inay xasilaan fiihi habeen wannahaara maalinna waan abuurnay mubsiran xaal uu yahay mid wax la arkayo oo dadku ay wax arkayaan ina fii dalika arrinkaa dhexdii waxaa ku sugan laayaatin calaamada wax lagu garan karo liqowmin qolay ugu sugan tahay qolada oo yu'minuuna rumaynayo wadkur dadka u sheeg yowma maalin yunfaqu la afuufayo fi suuri suurkaa la afuufi fafazica waxaa argagixi man makhluuqa fi samaawaati cirarka ku sugan iyo waman makhluuqa fi lardi dhulalka ku sugan ilaa man shaa allahu alla cidda uu doono mooye wa kullun dhammaan atowhu allay u imaanayaan daakhiriina xaalayihiin kuma dullaysan wa taraa waad arki aljibaala buurihii ayaad arki taxsabuhaa xaal aad u malaynii jaamidatin inay taagan tahay wahiya buuraha tamuru way soconi mara saxaabi daruur socodkeeda oo kale sunca allaahi ilaah samayntiisi weeye alladii allihii atqana sugay kulla shay-in wax kasta innahu alle khabiirun aad buu u yaqaanaa bimaa waxaad tafcaluuna aad samaynaysaan qiyaamaha iyo sida uu dhici doono iyo dadku sida ay noqon doonaan qiyaamo marka uu dhaco qayb ka mid a ayuu rabbi noo sheegayaa qiyaamaha dhicitaankiisa marka u dambe dee adduunyadu meesha u dambe ay marayso buun ayaa la afuufayaa buunkaasi laba jeer baa la afuufi marada hore
waxaa halaagsami wax alla waxaa adduunyada jooga intaa halaagga uusan dhicin argagax baa dhacaya argagaxaasi makhluuqa oo dhan iyo argagixi ilaa ma insha allahu ilaah ciduu doono mooye yacnii cid waxaa jira aan argagaxaynin laakiin makhluuqa inta badan waa argagaxayaan argagaxaasina waxaa ku xigaa dhammaasho waa la dhammaani oo alla mooye wax soo harayaa lama arko makhluuqoo dhan waa dhimanayaa waayahay kadib mar labaad ayaa la afuufi afuufkaa dambena waa markii lagu soo baxayey oo ilaah makhluuqa kula xisaabtamayey haddaba afuufkaa hore marka uu dhaco isbedelada dhacaya waxaa ka mid ah argagaxaas waxaa ka mid ah dhulka caalamkii culuwi ahaa kan sufliga ahaaba isbedel ayaa ku dhici kan sufligaa dhulkan aan ku noolnahay isbedelka ku dhacaya waxaa ka mid ah buurihii ayaa soconaya buurihii ayaa la fujinaya dhaqaaqaya waa cararaya marka hore si tartiib bay u soconayaanu inay taagan yihiin bay kula tahay laakiin sida daruurta oo u socoto kale u soconayaan marka dambena si xoog ayay u soconayaan u dambaysadana waa burburayaan bacaad bay noqonayaan dhulkay ku darsamayaan waayahay isbedelka ayaa dhici doona sidaasina dee allah sameeyey markii horeba allah abuuray suma aha subxaallahi aladii atqana kula shay shay walba allah abuuray sugayna inuu halaago markuu dabcana isagaa halaagaya subxaanahu wa tacaala waadkur dadka u sheegay yowma maalin yuufaqu laafuufayo fi suuri suurkaa la afuufi fafasica waxaa argagixi man makhluuqa fi samaawaati cirarka ku sugan iyo waman makhluuqa fi lardi dhulalka ku sugan ilaa man ruux qolo mooye insha allahu alla uu doonay wa kullun dhammaan atowhu allay u imaanayaan khalqigii daakhiriina xaalayihin kuwa dullaysan wa taraa waad arkii aljibaala buurihii ayaad arkii taxsabuhaa xaalood u malayni jaamidatan inay taagan tahay wahiya buuraha tamuru way soconi mara saxaabi daruuraha socodkooda oo kale sunca allaahi ilaah samayntiisi weeye alladii allihii atqana sugay kula shayin wax kasta innahu alle khabiirun aad buu u yaqaanaa bimaa waxaa tafcaluuna aad samaynaysaan man jaa qofka la yimaada bilxasanati wanaag falahu kaa waxaa u sugnaaday khayrun khayr ayaa u sugay wanaag minhaa min ajliha wanaagaa u sameeyay dartii wahum qoladaasi min fazaci yowmaidin maalinkaa argagixii aaminuuna kuwa ka badbaadaya weeye waman jaaa qofka la yimaada bisayi'aati xumaan fakubbat waa la tuuri wujuuhuhum wejigoodaa fi naari naarta loogu tuuri hal tujzawna miyaa laidinku abaaliyey ilaa maa wixii mooye kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii soo camal falay qiyaamihii maxaagaa ka dambeeya hee xisaab iyo jaza ka dambeeya jazuhu muxuu noqonayaa qofkii wanaag la yimaado oo adduunyada wanaag buu soo sameeyey wanaagga uu samaynayana waxaa ugu sarreeya towxiid inuu muwaxid ahaa oo mu'min ahaa camal wanaagsanna sameeyey qofka camalkaa wanaagsan la yimaado he wanaag buu leeyahay jazihiisu wanaag buu leeyahay wanaagga uu sameeyey dartiisu wanaag ku helaya maalinkaas argagaxa dhacaya iyo dhibaatadaasina waa ka badbaadayaa isagu waayo aamin buu ka yahay argagaxa waxaa laga yaabaa inuu dee cabsi ay gasho wax dhici kara weye laakiin cabsidaasi dhibaatada laga baqaya isaga ku dhici mayso waa ka badbaadayaa ilaah waa la xisaabtamayaa xisaab yaroo sahlan fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran waayahay xisaab yar ayaa lala xisaabtami ehelkiisi buu u noqon ehelka waa kuwaya jannadii waay ilaa jannadaa lagu sugayaayo xoolo laciin iyo wildaan u shaqaynaysa iyo waxaana jannada ku sugaya marka ehelkiisii buu u noqona isagoo faraxsan wey waayahay qofka maalinkaa xumaan la yimaado xumaan lala yimaadana dee shirki baa ugu horeeya ruuxii lasoo xaadiro fakubbat wujuuhuhum fi nnaar naarta horta lagu tuuri weliba si dulli hoofal xumaa loogu tuuri khuduuhu faquluuh uma aljaxiima sanuuh inta la silsiladeeyo oo gacmihiisa gadaal loo jebiyo lugaha gadaal loo jebiyo la isku xiro yaa weji weji naarta loogu tuuri weeye sidaasi waa jirkoo laga gubayo muxuu ahaa macno ahaanna waa loo gubi oo niyadana waa laga dili oo waxa la leeyahay dee naartan iyo sidan lagugu tuuray wax kale ma ahe waa camalkii adigu aad soo qabatayoo jasihiisi weeye adduunya haddaad joogtay waa laguu sheegay mar haddii laguu sheegay tanaad dooratay tii aad dooratay weeye wax weyn ma ahe iska gal waayo yacni waa jasjas meeshii ugu dambaysay man jaaa qofka la yimaado bilxasanati wanaag falahu kaa waxaa u sugan khayrun khayr ayaa u sugan minha min ajliha taa u sameeyey darteeda wahum ayagu min fazacin argagax yowmaidin maalinkaa la argagaxo ama laysu idaafayo min fazaci yowmaidin maalinkaa argagaxiisa aaminuuna kuwa ka badbaadaya wey waman jaaa qofka la yimaado bisayi'ati xumaanna fakubbat waa la tuuri wujuuhuhum wejigoodaa fi nnaari naarta loogu tuuri hal tujuzawna miyaa laidinku abaaliyey
إلا ما كي مويه كنت ماذا هايدين تعبلون كبي سميي إنما أمرت وحاون لي أمري أنا عبد إنا عبد رب هذه تاني البلدة أي مقالة الرب هذا الذي ربي حرمها شرفي وله الله وحاوسوا كل شيء وحكسته وأمرت وحا لي أمري أنا أكون إنا هذا من المسلمين مسلمين تميت كمدا وأنا أصروا القرآن وقرآنك إنا نغرينا ولي أمري فمن اهتدى قفك هارونه فإنما يهتدي وهروني لنفسه نفتي سوء إنه وحده ترؤون ومن ضل قفك اللمنا فقل وحاتر هذا إنما أنا أريق من المنذرين وكبت ديق يوم من كمي ذهي هل كان إله أنه وعدين يا رسولك عليه الصلاة والسلام شقذ الله صدر محيط هاي سيدي سبا شقذ الله صدر ربي عدين يا شقذ هذا سوحا وي وعاد كتر هذا أولا مرت إله كلي إنا نعابده أمر كاس الإسي والشرك وحلي إلى هذا إنه صنبرنانين أنا إيه ما برنانو حتى لنا وما برنانو مخلوق لن وحك واجبة اللك اللي إنا يعابدان مخلوقا اللك اللي إنا يعابدان واجب كأي كطا ينكبد أخي بل وأوه الرئي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ربك أن أعبد إينا مقالة المكة الشرفت إيا قيمة هنقار أهاني ذلوه أدوية وحلا سمن أي ينجرين يعني وحلو الله لسمن مقالة ذاسي الله شرفي الله سوي كان أن أعبد إيه وإيهي وحكروا لي أمر المسلمين تأينا نكمد هذا مؤمن بانهي مسلم بانهي مؤمن بانهي وحى الله وحي إن الله رميه واجب أي تهي إن رميه واجب وانا رميه عمل كان الله قبانا يو اللي اسكت دون يو ننوى قبانا يا صلاة يا صوم يا زكاة يا حج ويهي ويو إسلام يا إيمان هدي مال اللي سوقك يانو الله معنى يكرا قادنا يان هدي مثل الشيغانا وإسا سوقي ليان هدي فلان المؤمن اللي يرهدو هبل ومؤمن معنى هذا هو حوية وقلبك أنا وكرمي أعماشي لقدون أينا وصمي هذا إيمان يا إسلام لما هل من القوة الشيء إيمانك هو حلو جيدا أعمال القلوب وحي قلبك أكو سابسا إله الله رمي وملائكتي صلى الله رمي ودي أركان بما وتغنن ويهي إسلامنا وعملك اللقبان أيه توحيدك اللقاء اللقاء له صلاة اللتك إذا كان صومك حجك وكك أعماش سيئة وحلو يقانا إسلام مالك الرسول قال إله أمر يا إنو يراه مؤمن بنا هاي مسلم نوانا هاي مؤمن بنا هاي وحى الله وحي للرمين لها ورمين مسلم نوانا هاي وحى الله وحي لقبل لها وقبل هي واجب إيوتاي وآهر الله بعض الله يأمري أني سيدحاد الله يأمري وحوي قرآن كينا نغريو لف دي جيسا إنا نيدوكو أغريو معنى هي سنان إذين شاقو هدبا قرآن كو مركا نيدوكو أغريو لف دي جيسا معنى هي سنان إذين شاقو تذكر الله ميدو بين غنيان قار القرآن كواقعنا يا مؤمنين بين غنيا وهنونا يا قار وعاس جروبيا هدبا قف كي هنونا يا قرآن كقاطية ونعك سنة ذو يوح أطري أزوي ديني نفتي سوا أطري إلهنا وحوم موسى طري رسول الله وحوم موسى طري عد كان الله وحوم موسى طري نفتي سوا ببد بادي نفت هذا ببد بادي ويا عمل كان القرآن هاي زا نفحك كي ما نرى إسكال الغلا بلها بريق يا ممر كان الغلا حساب تمو وعلى وحي وناج أه وأصوص ما يصير أنت إن لا نروح لقصين مايو كل هذا إسكاله وياه فإنما فإنما يهتدي لنفسي قف كان نفتي سا إنه وحده ترك كلي وأهلونه وياه قف كعاس جروب كور يوحك جويني يا وعند كتر هذا هذا عاس جروب ده أنت إن لا يبقى جويني سا ويا عاس جروب عاس جزها حرة كإيمانيو إذا كان إسكاله إذا كان يقول اللي كل حساب تمايا أبالك حن يا عذابك الإسجين يانا إذيك ويوحى لدين جينيو أنا وشغلكم ماله سلا أشك إنما أمرت وحالي أمري أنا أعبد إنا نعبد رب هذه تن البلدة المجالة عما كوي ربك هذا إنا نعبد الذي ربك عصو حرم شرفي هما كشرفي وله الله حاوسوا كل شيء وحكا استبخلوق ورنق أسقا إسكالي وأمرت وحالي أمري أنا أقول إنا هذا من المسلمين مسلمين إنا كميد هذا وانا اتلو وانا نغريه القران قران كان لفظيس هي معنيه سبا ان ان ادين اغريو فمن اهتدى قف كهنون قران كاسي فانما يهتدي وان هنوني لنفسه لنفع نفسه نفتي سين وحو تروب هنوني ومن ضل قف باديو بان فقل وحاطر على انما انا اريغا من المنذرين رسل يدق يا ايان كميد اهي وحو ايغا غوين ميسان وقل وحاطر على الحمد لله رب الله ما هذا الله اسكلي سيريكم الله وحيدين تسندون آياتي آياته سوف تعرفونها والقران دونتان وما ربك ربك بغافل منها المامسا معها عما وحا تعملون أسمين إيسان
دي واحد كما هذا سال ربي سبحانه وتعالى واحد تلا هذا الحمد لله بهذا الله إسكاله ما هذا يقولي يا هيدو أي فربضان تايو على كوبي كريم واحد وص الريان نعمة الإيمان والإسلام الله القرآن كنو صد جي رسول كنو صد ري حق نتوسي باطل كي نتوسي أدوية يا آخر وحن كبد بادي لهين نبري وحي أن كهل أكسن نهل نكل بري نول بنا خيار كيس سي ماشي ودو ماشي دورا دوراني الله إله الله سوى مهد سيهي ما هذا الله سوى كوبي كريم أيو مهد سيهي ويهي الله مركا سيدا أبو ما هذا سوى فحاطر هذا إله محمدين تسين دونا آياته سيه أدكو قرن إيسانو حقا سيوريكم آياتي إسلام مركا آياتها سوى قرن دونتان آيات رب حقي سكيبت إليهين مركا قرنتان أما واغمين إيسان أما واديد إيسان لكن وحا آسمين إيسان ربي مهل مامسنة وإلك أبالين دونا وكا وقل وحات الى هذا الحمد امان لله الله اسغنا سيريكم الله وحيدين تسن دونا اياتي ايدي زويتي تسن دونا فتعرفونها ايدها ودغرن دونتا وما ربك ربك بغافل مده الما ما يماها اما وحا تعملون اسمينيس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.